الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة بسبب القصف الإسرائيلي. في مؤتمر صحفي لها قبل قليل قالت السيدة مية الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 3300 شهيد و13 ألف جريح حتى الآن، منوهة بأن هذه الأعداد تقريبية لأن العديد من الشهداء ما زال تحت الدمار بانتظار انتشال جثامينهم. الوزيرة أكدت أن أكثر من 4800 مريض في قطاع غزة، منهم 1034 مريضا يحتاجون إلى غسيل الكلى بشكل عاجل، وأن هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبات كبيرة في وصول المرضى إلى المستشفيات إثر القصف المتواصل. وكشفت الكيلة عن تكدس كبير للنازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء، مما يزيد مخاطر تفشي الأمراض السارية وينذر بكارثة صحية حقيقية، وأن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات قطاع غزة يهدد بظهور أمراض جديدة، موضحة أن الهجمات على المرافق الصحية تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي وتنذر البرنامج الوطني للتطعيم بالانهيار. فيما أكد تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن الوضع في غزة أصبح خارج السيطرة بسبب العجز في إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم. وقال على منصة إكس تويتر سابقا: مع كل ثانية نتأخر فيها بإدخال المساعدات الطبية نخسر أرواحا، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام عند الحدود. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، التغطية مستمرة من استوديوهاتنا في تلفزيون الوطن، كونوا على متابعة، دمتم ودام الوطن.